هنبدأ أخبارنا العالمية من عند محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي، واللي عرض مساعدته لنادي ترابزونسبور عشان يسهلوا من صفقة انتقاله للنادي التركي. تريزيجيه عنده رغبة أن هو ينتقل لترابزون في فترة الانتقالات الحالية، خصوصا طبعا وأن هو بقى خارج حسابات ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا. مشكلة انتقال تريزيجيه لنادي ترابزون متعلقة بقيمة الصفقة وراتب السنوي كمان للاعب. تريزيجيه عنده رغبة أن هو يحصل على 2.2 مليون يورو سنوي، لكن عرض ترابزون توقف عند 1.5 مليون يورو، وبيحاول تريزيجيه هو يقنع ترابزون بزيادة قيمة العرض لأستون فيلا ويتم خصم الفرق ده من قيمة مستحقاته المتبقية مع نادي أستون فيلا. ولكن تريزيجيه أكد أنه هو مش هيقدر يخفض من قيمة راتبه السنوي.